لكل مرضى شقيقة تعي عن محرضات النوبة والتوتر. لا تشتغلي دور المسحراتي في البيت، حافظ على شرب المي وابتعد عن مصادر الحرارة. رمضان مبارك. لكل مرضى الضغط يجب مراقبة الضغط خلال رمضان، فقد يتطلب الأمر تعديل الجرعة بحال حدوث علامات هبوط الضغط. وخلينا محافظين على نظام غذائي قليل الملح والدسم. لتحافظ على ضغطك وعلى صحة عضلاتك، لا تنسى عنصر البوتاسيوم اللي بتواجد بالبطاطا والبندورة والعدس والموز. رمضان كريم، ميد لايف. قدم طريقتين لتعديل جرعة الأتروكسين خلال شهر رمضان. الطريقة الأولى هي تناول الأتروكسين عند موعد الأفطار والانتظار حوالي 30 ل 60 دقيقة لتناول الوجبة. الطريقة الثانية تناول وجبة الأفطار والانتظار حوالي 3-4 ساعات وتناول الدواء مع تجنب الطعام لمدة ساعة بعد. تناول أدوية السكر بإنظام في شهر رمضان حيحسن من مستويات السكر وحتكون مضبوط أكثر ويساعدك بتنزيل الوزن وأيضا تجنب هبوط السكر الحاد. من الضروري بشهر رمضان المبارك أنه نحن نحافظ على كمية المياه بجسم، لهيك لازم نشرب كمية ماء كافية، نتناول الخضروات والفواكه ونقلل كمية الملح والتوابل. أسوأ الخيارات لسحور رمضاني هن الوجبات السريعة والبيتزا والأجبان. أفضل خيارات لسحور رمضاني صحي الحليب والتمر والموز والخبز الأسمر. من ميد لايف، ضلوا بخير. يفضل نبدأ فطورنا بالتمر والشوربة، نتناول الماء على دفعات، نكتر تناول فواكه وخضروات بفترة ما بين الإفطار والسحور لحتى نعوض السوائل اللي خسر الجسم أثناء فترة الصيام. تكثر من المشروبات الحاوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة، فهي تزيد من إدرار البول مما يقلل من نسبة الأملاح المعدنية القيمة التي سوف يحتاجها جسمك خلال النهار. من أبرز المشاكل اللي عم نشوفها بشهر رمضان المبارك إنه في عنا بعض المرضى يوقف أخذ الدواء من تلقاء نفسه، ما بيسأل طبيبه، وهالشي رح يسبب مشاكل كبيرة لا تحمد عقباها. لهيك دوما يجب استشارة الطبيب عن إيقاف الدواء أو تأجيل الجرعة خلال شهر رمضان. من ميد لايف نتمنى لكم رمضان مبارك.